بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بالخير دائما وابدا. اهلا وسهلا بكم في الحلقه الختاميه والاخيره لبرنامج صدى الجماهير للموسم الكروي 2015-2016. نصل بكم للمحطه الختاميه والاخيره، والتي من خلالها سوف نستعرض مجموعه من النقاط التي سوف نتناقش بها من خلال اتصالات متابعي البرنامج، الحديث عن الموسم الكروي، اقتراحاتهم عن البرنامج، آرائهم، ما المطلوب في الموسم القادم أيضا من البرنامج بإذن الله تعالى. كل هذه الأشياء في المجال، أو نفتح المجال لها من خلال اتصالات البرنامج اليوم. أيضا راح نستعرض مجموعة من الفرحة، أكيد نعاود فرحة مجموعة من الأندية اللي تفوقت في بطولة الكأس الغالية والدوري، والتي أيضا تأهلت إلى دوري المحترفين. نذكر بأرقام الهواتف، طبعا حساب برنامج موقع التواصل الاجتماعي تويتر @صدى_الجماهير. راح نناقش أو نستمع لآرائكم اللي راح تطرحوها لحساب البرنامج، وراح نعرضها أكيد على الهواء. أيضا حساب برنامج في الانستغرام @صدى_الجماهير. أرقام الهواتف واضحة على الشاشة. سعداء ونسعد دائما باتصالاتكم وبمشاركاتكم معنا عبر البرنامج. أيضا مسابقة البرنامج، مسابقة صدى الجماهير، اليوم السحب الكبير راح يكون إن شاء الله على نهاية الحلقة. أكيد السحب على سيارة نيسان بترول 2016، والمسابقة برعاية سهيل بهوان لسيارات نيسان، وهناك أيضا 1000 ريال عماني ذهب، وأيضا هاتف ذكي لمجموعة من الرابحين راح يكون موجودة مع اليوم. كل ما عليكم ترسلوا رسائل نصية مرفقة بكلمة صدى للأرقام الخاصة بمشتركي عمان تل ومشتركي أوريدو، ومن صاحب الحظ السعيد اللي راح يفوز بسيارة نيسان بترول راح نتعرف أكيد عليه في نهاية الحلقة. وبالنسبة للسيارة الثانية، مجموعة الجوائز راح تكون إن شاء الله في بداية شهر رمضان الكريم. بنبارك إن شاء الله عليكم، إن شاء الله نكون من أول مهنئين لكم بالشهر الفضيل يا رب. نازلنا في الأفراح، صحم، فنجة، جعلان، أروستاق وعمان، هذه الفرق التي تخللت موسمها بالفرح في ختام الموسم الكروي. ونبدأ مع صحب، وبعدها نرجع لاستقبال اتصالاتكم وآراكم. ابقوا معنا. إذن بالنسبة، أهلا بكم من جديد. أولا قلنا كنا نعيش أفراح ولو لوقت بسيط مستقطع،
مع الأندية التي تفوقت في هذا الموسم وفرحت وأفرحت جماهيرها بدناها بصحم لأنه فاز بأغلى البطولات هنا في السلطنة، بطولة كأس مولاي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. وتباعا راح نتابع اللي فنجا والمتوفر راح يكون حاضر إن شاء الله. الأهم في حلقة اليوم أن نستمع لآراءكم مشاهدين الكرام بالنسبة للموسم الكروي، بالنسبة لصد الجماهير البرنامج نفسه، ماذا قدم وماذا تحب أن تروه في الموسم القادم من خلال هذا البرنامج إذا تواصل بإذن الله تعالى. خلنا نبدأ بالاتصالات، ومثل ما أكيد نذكر من جديد اليوم نسحب على سيارة نيسان الجائزة الكبرى لمسابقة صد الجماهير، وقلنا السيارة الثانية راح تكون إن شاء الله في بداية شهر رمضان الكريم بإذن الله تعالى. نذكر بالأرقام 2460462 2492 5461 بالنسبة لأرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. أيضا مجموعة من الرسائل الشكر اللي راح نقرأها تباعا لمجموعة من حسابات التواصل أو حسابات أشخاص لكن قائمين بجهد وعمل رائع ومميز في تويتر لتغطية مجموعة أو تغطية المنافسات الكروية اللي كانت معنا في السلطنة خلال هذا الموسم، ورح نذكرها أيضا تباعا. نروح اتصالاتنا إذا كان جاهز الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، كيف الحال؟ عبد الله المطاعني، مساء الخير. مساء الأنوار. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف صحتك إن شاء الله تمام؟ الحمد لله والله بخير. حياك المطاعني. يا مرحبا والله فيك. جعلاني؟ جعلاني 200 200. أكيد. يعني خلنا نقول إنه جعلان. يعني أحب إنه أحب معي نقطة. تفضل. لإدارة نادي جعلان. بس يعني بخصوص هذا اللاعب العراقي. كاظم هذا المفروض ما يلعب في نادي جعلان. يعني في فرص، يعني ضيعها كم فرص، هذا يعني المفروض يشيلوه من النادي. يعني لازم الحين المفروض جعلان دائما الحين يعني صعد دور المحترفين يجيب لعيبه، ما يخلي هذا كاظم يعني وش بقول لك عنه. يبقى محترف نظرة الإدارة اللي يمكن تكون غير، لكن هو يبقى رأي في النهاية يعني لك أنت كمشجع لنادي جعلان. كمشجع والله بصراحه يعني الحمد لله انه يعني كان في مباراه انفعلنا فيها مباراه مع نادي المصنع. فلله الحمد يعني في اخر دقائق يعني في اخر دقيقتين او دقيقه ونص كانت بالهدف يعني الثاني لمصلحه جعلان يعني. حلو حلو. فهذا اللاعب المفروض يطلعوه من النادي. ما بخلاص يعني شيء يعني هم اداره نادي جعلان يشوف ان هذا اللاعب ما يلعب يعني ويخلوه وبالرغم انه يدخلوه لكن يشوفوا هذا اللاعب اللي ما يعرف يلعب ليش بعد يدخلوه. يلا تبقى وجهة نظر، المهم الفرحة، المهم المؤازرة في الموسم القادم. يعني والله صراحة بنكون خلف نادي جعلان إن شاء الله. ونتمنى أن يكتفوا من لعيبة يعني من لعيبة من المهاجمين وخط الارتكاز والدفاع. يعني بصراحة نحن خلاص يعني جعلان لازم يفوز بعد. المهم شد حيلكم الموسم القادم يعني يا عبد الله، شد الحيل ان شاء الله. ونحب نبارك لنادي صحام مره ثانيه يعني عبد الله قبل ما اغلق معاك البرنامج، تحب تغير او تقول حاجه في البرنامج ممكن ان التطوير الافضل في البرنامج خلال الموسم القادم ان شاء الله؟ والله عادي. عبد الله خلاص شكرا لك عبد الله، يعطيك الف عافيه، ان شاء الله تواصلك معنا واكيد نتمنى ان نراجع الان بحله اخرى تماما في الموسم القادم في دوري المحترفين. نروح اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف الحال احمد؟ اهلا وسهلا. الصوت غريب عليك؟ لا حمد اكيد ما غريب علي الصوت. حمد الكتابي. حياك يا حمد، كيفك الفنجاوي؟ الحمد لله، كيف الصحة؟ ايش اخبارك، تمام ان شاء الله؟ الحمد لله، يعني ما وصلت معنا فنجا، قال زورنا وتجي تشوف فنجا. خلنا اليوم نخلص اليوم ونقفل اخر البرامج الرياضية معنا في الموسم وحاضرين ان شاء الله، ما يهمك يا حمد. يلا مرحبا ان شاء الله في بلادك، تعال. حياك يا حمد. ها حمد، موسم اول شيء ان شاء الله في السنة الجاية ان شاء الله العاشرة ترى جاية في المخبأ. اها ان شاء الله العاشرة فنجاوي. انتوا كله في المخبة في المخبة جاهز، وبعدين اخر شيء ما حد يشوف شيء. ها كيف ما حد يشوف ان شاء الله؟ هاي خلي عنك انت بس.
كيف ان شاء الله الموسم القادم بالنسبه لكم؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا لا صراحه نحن الحين هذا البرنامج صراحه استمتعنا كثير احمد يعني والله استمتعنا كثير كثير. يعطيك العافيه يعني ان شاء الله ما شاء الله عليكم وانت والجماعه والاستوديو يعني منورين الشاشه. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. كل ما يطلع يوم الثلاثاء بالذات ما نحب يطلع البر من البيت. يعطيك العافيه يعطيك العافيه حمد. برنامجكم ان شاء الله والقدام ان شاء الله للامام احمد. شكرا شكرا لك حمد شكرا يعني هذا اللي نتمنى نقدم شيء يكون بالنسبه لكم مفيد ومتابع ان شاء الله نديه في السلطنه الى الاعلى ان شاء الله ان شاء الله للاعلى ان شاء الله. شكرا لك يا حمد شكرا يا حمد يعطيك العافيه ان شاء الله. شكرا ايضا بالنسبه للانتخابات ممكن أن نذكر حتى ممكن أن نزج حديث أنه الانتخابات اللي راح تكون يعني خلال شهر سبتمبر قبل بداية الموسم الكروي والأسماء اللي ترشحت إلى الآن ممكن نخوض يعني إذا في حد حاب يخوض في هذا المجال أنه الفرصة مفتوحة أيضا في الحلقة الأخيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا. مساء الخير أبو غين. النور والسرور يا موسى. كيف أحوالك؟ طيب. كيف وضعك؟ تحياتنا للمخرج بدر. بدر العمير اليوم معنا ما معنا وليد منور 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 وبدر اموره طيبه ما على الخط. كيف احوالكم طيبين؟ تمام موسى رايحين نام في الميركاتو العماني خلنا نقول احنا كونك احد السماسره التي او اللي يشتغلوا تماما في الانتدابات اللاعبين بدا كذا الموسم يشتغل معاكم هذا 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 موسمكم الان ترى او هذه هذا وقتكم. احمد بصراحه بدون مجامله السبب مثل ما نقول شعال السوق الانتقالات الانديه بنفسها كل واحد جالس يبالغ في في العقود اللاعبين وبعدين نهايه الموسم يجيك يقول لك انا مديون واللاعب ينتقل من نادي لنادي والاداره تتغير ويطالب مستحقاته بعضهم بعض رؤساء الانديه للاسف الشديد هم سبب ارتفاع سعر اللاعبين بالرغم من هناك سقف محدد حدد الاتحاد العماني بالنسبه للاعبين المحليين فمن تحت الطاوله شغالين الجماعه. شيء يمكن اتوقع يعني موجود موسى هالشيء يعني على حسب كلامك 200 200 احمد اخوي 200 200 انت احمد اذا كنت على احترامي لك يعني الحين انت متواجد في قناتنا المحترمه حصلت لك عقد اكبر عن هذا واغراء شيء اكيد يعني الانسان عنده طموحات يريد الافضل والاحسن مع احترامي يعني مع احترامي لك فهذا الشيء حاصل احمد حاصل موجود من ناحيه تلعب بالنتائج ومن ناحيه من تحت الطاوله هذا كل سنه احمد انديه جالسه تشتغل جالسه تعمل صح وبعدين بنفسهم يوقعوا في الخطا الواحد يشوف اول ميزانيته والله احمد في رؤساء انديه تجلس عندهم صادقين يقول لك يا فلان انا صراحه ما اريد اكذب على اي لاعب انا ميزانيتي سعر كذا محدد محدد وبالاسف الشديد احمد اللي حاصل السماسره بعضهم بعض يرفع لك مسوي لك قائمه هذا اللاعب الدولي مسوي لنا ب 35 36 على اي اساس؟ وانت تعرف انديتنا تعرف اسم وضع انديتنا بنفس السمسري احيانا انا عارف سماسره الله يصلح احوالهم بس مسوي لك قائمه لاعبين المنتخب هذا سعره كذا هذا سعره كذا هذا سعره كذا يستفاجئ لك رئيس النادي يقول لك يا اخي نحن في النهايه السوق كذا لكن موسى ولا لا؟ هو سوق هو سوق احمد ما اقول لك انا ما سوق لكن انت تبالغ ليش؟ انت عارف وضع انديتنا ودائما يروحوا في ديون بسبب اللاعبين الانديه احمد على سبيل المثال معظم احمد على سبيل المثال يجيك لسحار يعني الحين سحر بدون إدارة اللاعبين نص اللاعبين ما مسمين مستحقاتهم من العام بغض النظر عن نادي سحر اللاعبين جالسين ينتقلوا بحرية تامة ومخلص عقودهم في بعض الأندية تعرض للاعبين ما عندهم يقول لك يا أخي إذا تريد تنتقل استغني عن مستحقاتك هذه نقطة ضغط في النهاية أو يضغطوا فيها أيوة يعني اللاعب يقول لك والله العظيم أحمد أنا قبل يومين اتصل لي لاعب بدون ذكر اسمه جزاه الله خير يا فلان أنا عقدي منتهي كذا كذا طالبت الإدارة بمستحقاتي وهذا قال يا فلان نحن ما عندنا صراحه فلوس الحين اذا تريد تطلع ونعطيك استغناء باقي له يمكن سنه قالوا لك تنازل عن مستحقاتك عشان تطلع قال لا وش اسوي؟ اللاعب باغي يعيش تعرف اللاعب في النهايه يعني في النهايه موسى انا سمعت وصل كلام انه في مستحقات الموسم الماضي ما استلمت يعني الى حد ما حمد شيء من سنتين عمي من العام شيء من سنتين لما اللاعب يصير يراجع الاداره زين موسى خلينا نخرج شوي خلينا نروح الموسم الكروي البرنامج ايش اللي ممكن تشوف فيه نقاط سلبيه ممكن احنا يعني نتجنبها في الموسم القادم اذا كنا متواجدين ان شاء الله. في البدايه احمد احب اشكرك واشكر الكادر اللي معاك كامل في البرنامج والمخرجين المبدعين سواء كان المخرج وليد او مخرج بدر او مخرج بدر المعشري بدر المعشري اذا كان بدر. وحقيقه ما عليكم غبار لكن تبقى هناك نحن كنا نطالب يعني لو كان الموسم القادم ان شاء الله انه تستضيفه ويكون في الاستوديو
الداوودي مع جماهير بعض الأندية. حلو. إنزين سلبيات الدوري، إجبايات الدوري، وحديث بين اللاعبين بين المشجعين الفريقين، كمشجع من فريق نادي من فريق هذا ومشجع من فريق هذا. حلو. أساس يعطي يكون في الاستوديو، يعني يكون في الاستوديو. جميل جميل جميل، يعطيك العافية. والسموحة للإطالة، والسموحة للإطالة. وبعدها أحمد نقطة بسيطة فقط. ابقى يا أخي أحمد، لأن في بالسريع إن شاء الله. يعني أنا أستغرب من بعض الأخوة في تويتر وفي المنتديات، يعني بس يسوي لك إشاعة اللاعب محمد المسلم انتقل، اللاعب الفلاني انتقل، اللاعب يا أخي أول شيء مصداقية الخبر. حلو. يعني واحد ماسك لك موقع وجالس لك يا اخي مصداقيه الخبر، انت تتاكد من الخبر؟ ترى كل واحد يعني يدور عن السبق في النهايه موسى، كل حد يدور السبق. يمكن سمع الخبر. ما حلو احمد، ما حلو كذاك. انا اجيب لك اقول لك محمد، محمد المسلمي من موسى، محمد جاي موسى قبل يومين جاي مسكين من قطر مسوي لك عمليه قبل يومين موسى. محمد جاي اكبر نعم. اكبر الانتقالات والمركاتو على مستوى العالم تبدا باشاعه وتنتهي في النهايه بانتقال اللاعب للنادي الفلاني، هي تبقى في النهايه ترى كل واحد يحاول يدور عن السبق الصحفي. بس احمد، بس انا احمد اقول لك كماسك موقع، يعني سمعت موقعي ليش انا ليش انا لو هي لو لو طيب مواقع احمد لو كان عالميه في النهايه انا معاك، لكن احمد انا اقول لك لو كنت انا صحيفه محليه جبت الخبر مثلا احمد الاحمد العاصمي انتقل للقناه الفلانيه ومليون مدري ايش، انت ماسك علي لو شكلك باغي تطلعني من هنا في النهايه. بطلعك لك، ما ايش اسوي فيك انت يا اخي فان وزاره الداخليه. شكرا لك موسى، شكرا لك، يعطيك العافيه. ختامها مسك احمد، والسموحه منك على الاطاله، وجزاكم الله خير، واسمحوا لنا ما قصرتوا ورايتكم بيضه. شكرا، سعيدين بسمع صوتك طوال الموسم الكروي. شكرا لك يا موسى، شكرا لك، يعطيك العافيه. موسى احد الاصوات اللي كانت متواصله معنا طوال الموسم الكروي، كاد انه ما تفوته او ما يفوت التصوير في إحدى الحلقات. خميس السعدي أيضا أحد الأسماء اللي تواصلت معنا خلال هذا الموسم، وتواصل جميل ونقاش رائع. خميس مساء الخير. مساك الله بالخير يا ليش بقول لك يا العاصمي يا الحبيب يا المنور الشاشة. يعطيك العافية يا خميس، شكرا لكم على متابعتكم. مساء وأقول لك كل عام وانت بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. وانت بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. البرنامج الأكثر من رائع وأجمل وأحلى برنامج تنفس منه الجمهور الرياضي في السلطنة. يعطيك العافية، شكرا لك يا خميس. وأتمنى أنا بصراحة يا أحمد أن الموسم القادم أن يستمر هذا البرنامج، وحتى يمكن أتمنى أن يكون الزمن وقت يعني أكثر، بدل من ساعة ونص أقل حاجة يكون ساعتين. حلو، اقترحك ساعتين بصراحة أن وتوقيته ممتاز، يعني كل ثلاثاء كل أسبوع ممتاز، لكن تزيد الوقت، يعني يكون بدل من ساعة ونص يكون ساعتين. جميل. على أساس أنت تعرف الجماهير والاتصالات، وصبح لك الآن وأنا أقول لك جمهور يعني صدى الجماهير صبح برنامج لا يعلى عليه، وحتى يعني اتصالات من خارج السلطنة من قطر من البحرين يعني من شاركونا في هذا الموسم صراحة، وهذا دليل أن البرنامج ناجح يعني بكل المقاييس. شكرا من لك مقدم البرنامج، من المخرجين، شكرا. من مؤديره، فصراحة برنامج جيد جيد 100%. يعطيك العافية. أتمنى استمراريه هذا البرنامج. شكرا، شكرا لك يا خميس، كلامك على الراس ووسام. شكرا لك يا خميس، يعطيك ألف عافية. وعندي تهنية أول شيء لنادي صحم. اقول انا قلت لك يوم الايام تمنيت ان الخافورة يفوز. ليش؟ على اساس ان يكون نتقاسم هذه الفرحه وهذا الكاس الغالي، يعني يكونها في الباطنه، مثلا السويق ما اخذت لنا، صحن ما اخذت لنا، تمنينا يكون السنه هاي تاخذ الخافورة، مو على اساس يلا حظ اوفر ان شاء الله في المرات القادمه الخافورة باذن الله. فنتمنى ان نجزمه، ونبارك ايضا لفنجه بالنسبه للدوري، ونقول هارده في السويق. ونبارك وهارد لك المصنع يا خميس، هارد لك على المصنع، ما عليه، لا ما عليك والله. شد الحيل الموسم القادم، وبارك للرستاق السعودي الى دور المحترفين، وبارك للجعلان ايضا ولعمان ايضا المسقط ونادي عمان. صدقني توني اقول حال خالد، اقول له مبروك يا خالد للصعود مسقط الى دور المحترفين. تحت الهواء كنت اكلمه، فاتمنى يعني صراحه، بس انا اتمنى ان من نادي المصنع الموسم القادم زين أن يعيد أوراقه ويعيد صفوفه ويتمسك بلاعبين أبناء الولاية في الدوري السنوات، وإن شاء الله إن شاء الله أن المصنعة
السنة القادمة راجع إلى دور المحترفين. جميل. لو تمسك بلاعبينا وأبناء الولاية بالذات، لأن نحن عندنا ما يقارب من 15 لاعب الحين من أبناء الولاية، وناخذ خمسة من الأولمبي نكمل فيهم 23 لاعب تقريبا السنة الجاية، بالإضافة إلى لأنه لن نجازف ونغرق النادي من ديون ونقول بنجيب محترفين وغيره عشان نرجع، لا، أنا أقول أبناء النادي راح يرجعون بالنادي الى دور المحترفين الموسم القادم. جميل، شكرا لك يا خميس، يعطيك الف عافيه. شكرا يا خميس، وتحياتي لاحمد العزو يعني وسموحه على الاطاله. شكرا يا خميس، شكرا، احسنت يا خميس. راح ناخذ احمد الضباري. احمد مساء الخير. مساك الله بالخير ودور الصوره خبرين. اهلا وسهلا، كيفك؟ ايش اخبارك؟ ربي يعافيك. كيف اللعب؟ طيبين. كيف وضعك؟ تمام ان شاء الله يا احمد. ربي يعافيك، صارك الحال اخي العزيز. حياك يا احمد، تفضل. اسعد فضلك، حبيت اقدم تهنئه للاخوان في معرض فحم. الموز الازرق، واقول لهم الف الف مبروك وكاس الغاليه، وعقبال ان شاء الله. وهارد لكم، وعقبالكم ان شاء الله في مرات قادمه ان شاء والله الله. والله اتمنى ان شاء الله يكون الصحافه يعني والصعود والحضر ان شاء الله السنه القادمه. جميل. اتمنى امنيتي وهذا طلب لاداره النادي خاصه. مطالب الاب الروحي. يا ليت لو يحافظ على جميع اللاعبين ويدعم الفريق بلاعبين افضل الاجانب. حلو. اتمنى اللاعبين الموجودين الحين ما يطلعوا برا يعني. جميل. مش الاستقرار في الاستمراريه والاستقرار. لاعبين اجانب. يكون الموجود الاستقرار ان شاء الله، وحبيت اهني الاخوان في نادي سنجه. يستاهلوا اكيد بالدرع. درع الدوري. عقبال ان شاء الله يكون السياق ان شاء الله السنه القادمه. جميل، شكرا لك يا احمد، شكرا لك. نتمنى يا اخي ابو ريم، نتمنى يكون هذا البرنامج السنه القادمه يستمر امانه يعني. انا باذن الله تعالى خارج البيت، بس نتمنى يكون البرنامج هذا يستمر، يكون لساعات اطول بدل ما يكون ساعه ونص يكون ساعتين، ويكون لو في يكون حضور جمهور كذا يعني ما بين يعني مثل جمهور نادي الصحام او حتى الاخوان من الانديه الثانيه يعني. حلو، تفعيل البرنامج ان شاء الله. جميل، شكرا لك يا احمد، يعطيك العافيه. شكرا لك، شكرا لك، احسنت. جميل. اتصال اخر، يوسف القاسم. يوسف مساء الخير. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا، ايش اخبارك احمد؟ كيف صحتك؟ تمام ان شاء الله يوسف، الحمد لله. حياك يوسف، من وين تكلمنا؟ الخابوره. الخابوره يوسف. اي والله، حياك. هارد لكم، موسم جميل في بطوله الكاس، نتمنى الاستمرارية في الموسم القادم بالنسبة للخابورة يا يوسف. نتمنى، لكن سمعنا خبر بس ما فرحنا صراحة الخبر. إيش الخبر اللي سمعته؟ عن الشهاد وسعيد. ما شوف لحد ما تشوف اللاعب مصور بصورة وماسك تيشيرت فريق ثاني. أقول لك. الموسم اللي قبله خليل كحالي وسمعنا عنه وأخي طلع منتقل. والحين تبعوه، بعدنا ثنين تبعوه. ما انت ما تاخذ، يمكن تكون اشاعه في النهايه، راح سوق الانتقالات يبدا كذا بهالطريقه، لكن الاستقرار يمكن ضروري بالنسبه للخابوره. والله هو نتمنى صراحه انه ما ينتقل يعني، لانهم هم يوسف. نعم معي ولا معك. يعطيك العافيه يوسف، شكرا على الاتصال معنا يوسف. شكرا يوسف، شكرا. جميل. دائما كنا نذكر البرامج اليوتيوبية اللي بدأت بعد بداية البرنامج، رأي الجماهير، المدرج، سلف الجماهير، كواليس الأصفر، كان لها دور كبير جدا في تفعيل حضور الجماهير دائما في 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 المباريات، وعمل شغل جميل. أنا أتفق أنه هي منظومة عمل و بين البرنامج التلفزيون وهذه البرامج، وكنا نكمل بعض في النهاية. اليوم حتى اخترنا لكم مجموعة من الفيديوهات، 3 أو 4 فيديوهات قصيرة في النهاية، ولكن راح نشوف تفاعل الحضور الجماهيري بشكل جميل ومميز، يعني مش كأنه حتى تلفزيون، لا، في النهاية يوتيوب، ولكن في النهاية البرامج هذه لها إثباتها، لها حضورها، وهي مكملة تماما للعمل الإعلامي أو التلفزيوني معانا في برنامج صدى الجماهير. 3 برامج، رأي الجماهير، المدرج، وسلب الجماهير، ومقاطع كذا بسيطة جميلة اخترناها لكم من الشباب اللي كانوا يديروا تماما هذه المواقع، ومنها المضحكة والرائعة اللي فيها خف الدم كذا، إن شاء الله تنال على إعجابكم بإذن الله تعالى. بدر جاهز الأمور معانا؟ يلا نتابع وبعدها نرجع بإذن الله تعالى.
يا صحماوي وغالي شعارك دايم في العالي. يا صحماوي يا صحماوي غالي يا محبوبي قلبي غالي. يا صحماوي يا صحماوي دايم في العالي. والله مستحيل انساك انا مهما جرالي. مستحيل انساك انا مهما جرالي. الله تبقى انت البطل واليوم كل يوم شاغل بالي. يا صحماوي يا صحماوي غالي يا محبوبي قلبي غالي. هذه الملحمة في بطولة غالية والأهم الخابورة كل العشق والانتماء في هذا الموهبة الكبيرة والملحمة القوية. كل التوفيق والدعوات لأصفر الباطن الفهود. إيش الليلة يا ناس في أكبر كرة القناص إنه سعيد عبيد والمايسترو سمير البريكي والعجيب وقلب الدفاع اللاعب الأسمراني. هدف صحماوي جميل. ليه 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 مش معقول مش معقول غير مقبول هذايا. اليوم فايزين فايزين بإذن الله. أيوة أبوي الكاس في يدني هذا خابور أبوي. نعم وين تقول؟ نعم ها؟ نعم لا 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 يا أبو يا أبو كاني ما داعجلك داعجلك وفاتي ما داعجلك داعجلك وفاتي. أسوق الدقام ماشي راسي حوتني ما داعجلك داعجلك وفاتي. أنا لحمك بشت هذا الخابور هذا أكلهم اليوم هاي صار هم 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 أبوي ذا. نعم ها؟ أعلم الله. أنا بس سني 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 في الكاس يوم برش الكاس تعالوني ورش الكاس. لا 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 أبوي لا أبوي لا لا أبوي ما أبوي خلاص بس بيحدونه ها بيحدونه. بطل الدروب واثق الخطى جدير بالثقة مفعم بالقوة قلبه ينبض بالطموح ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. وعدتها بيع السيارة وأشتري سيارة جديدة ما أقدر أزعلها. صورناها وحطيناها على تطبيق أوليكس وبعناها. الإعلان مجاني وما دفعنا أي عمولة وقبضنا من المشتري نقدا. مع أوليكس البيع والشراء والأسهل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مثل ما ذكرنا ان هذه البرامج اليوتيوبيه لها وقعها ومتابعينها من خلال تواجدهم في مدرجات المباريات. تغطيه الحضور الجماهيري المشجع الخابور الاخير ما شاء الله عليك. لا انا صراحه عامل كان جو. شكرا اكيد لخالد العلوي عاصم العلي وشباب صحار اللي هم ماسكين برنامج راي الجماهير وحتى البرنامج الخاص بالكواليس الأصفر محمود الغداني عن طريق نادي السويق. ونتمنى أن نرى مجموعة أيضا من البرامج اليوتيوبية التي تتابع أيضا الفرق أو الأندية الأخرى وتطلع كذا معانا بأشياء احنا ممكن نعرضها في البرنامج خلال الفترات القادمة أو الموسم القادم إن شاء الله. نروح اتصالات نرجع من جديد. السلام عليكم. السلام. مساء الخير. كيف الحال؟ مساء الخير. كيف الحال؟ طيب تمام. صارك الحال من معي؟ ايش اخبارك؟ طيب الحمد لله بخير. يا مرحبا. امسي عليك واقول لك شكرا على هالبرنامج الجميل. حصلنا. حسين مساء الخير يا اخي. زين عاش مسمع صوتك يا حسين. حياك. كيف اخبارك؟ طيب كيفك؟ ايش اخبارك؟
كيف صحتك بخير؟ طبعا حسين السعدي واحد من المشاكسين اللي كانوا معاي دائما كم متواصلين خلال طوال فترة البرنامج، التحديات، الروح الرياضية اللي كانت حاضرة بعد محمد الهدابي ذاكرك، الآخر مباراة هو ذاكرك، لكن انت من خارج النصر ومن بطولة الكاس خلاص اختفيت، ما حد شاف، يعني ما حد سوى لك ابدا. الامور طيبة، الامور طيبة لله الحمد، وابارك لنادي فانجا فوز بالدرع، وبارك لنادي صحن بطل الكاس، وبارك لنادي الخابورة كونه الدول الوصيف، ولكن ما شاء الله فريق مميز يعني. حلا. كيف النصر؟ ولكل لكل ويش هات الاعذار، لكل ويش؟ ولكل فريق مجتهد انه يحق له الفوز، وهذا لكل الانديه حق مشروع لكل الانديه لله الحمد. حلو حلو. استاذ احمد انا اتمنى ان اشكرك على هالبرنامج، برنامج جميل، هذا البرنامج هو الوحيد اللي عاطي الجمهور حقه، يعني ما في برامج ثانيه الا البرنامج صدى الجماهير والدكة عبر يعني عبر التغريدات. والبرنامج الوصال، قناه الوصال مع الكابتن يونس الفهدي بعض الاوقات، والاخ نصر البوسعيدي مع الكابتن محمد العاصمي اللي عاطي اثراء جميل للوسط الرياضي. فنتمنى الموسم القادم ان شاء الله يكون بثوب جديد يعني. حلو. يعني نتمنى الدور يكون دوري ناجح، دوري عدم المشاكل فيه، عدم المهاترات فيه، ونحن كلنا عمانيين. حلو. تمام؟ ونتمنى انه يكون برنامج يعني دورينا دوري ناجح، ما في يعني شيء من المهاترات وكذا، ويكون دوري منظم. نتمنى يكون دوري منظم، يعني نحن بعض الاوقات في انديه يعني تطلب من الجهات انه ترخيص لاحد من اللاعبين، هو لاعب يعني لاحد الانديه، واللاعبين ما يقدرون يطلعون، يعني اللاعبين تحصلهم يعني في عالم اخر لما يكونوا في الملعب، لانهم محاصرين ويتلقون يعني نوع من التهديدات من اعمالهم لما يحضر الدوام سوف يعني مشكله التفريغ ترى في النهايه حسين، هي مشكله التفريغ، نتمنى ان يوجد لها حل في النهايه حسين. نتمنى يعني اللاعب يقول انا اخاف على عملي بالضبط، يعني على مصدر الرزق في النهايه، ما تلوم اللاعب. نتمنى يكون في تنسيق يعني بشكل جميل يعني. ونتمنى يعني ما يكون اللاعب بعيد عن النادي، صح هذا عمل، ولكن لازم يكون في تنسيق وجدول مرتب يا استاذ احمد، الجدول يكون مرتب، يعني الدور الاسباني في الاسبوع مباريتين، نحن الدور العماني في الاسبوع ثلاث مباريات، 10 مباريات. يا حسين يا حسين، الرزنامه مضغوطه، الرزنامه مضغوطه يا حسين. لا اسمعنا، انا اسمعني، الرزنامه احاول تحللها في حلول، يعني 10 ايام 10 ايام تلعب ثلاث مباريات، الدور الاسباني دوري عالمي حصل فيه مباريتين، فهذا ما يصير. وانا اتمنى يعني السيد خالد يعني واجهه رياضيه له كل الاحترام، لازم يكون في عمل جيد من الاتحاد ولجنة الانضباط، أنا أتمنى يكون في لجنة الانضباط لجنة جديدة بسرعة، بهذا الجماعة اللي حاليا موجودين نقول لهم شكرا، إيجاد لجنة يعني موثوق فيها بكل الثقة. لا يعني صراحة يعني الثقة في الجميع يا حسين، الثقة في الجميع، ما عليه. أنا شوف أنا أعتبر الثقة في الجميع يا حسين. اسمعني أحمد، أنا يعني أنا اليوم أقول شكرا لمن تعرف، أنا أقول شكرا للكابتن أحمد الكاف والكابتن أبو بكر العمري. هذه المباراة اسمح لي يعني نحن كلنا اخوان، هذه المباراه لو يكون فيها يعني حكام من الشمال سامحني، لو يكون فيها لا 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 شوف 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 حسين 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 اسمعني اسمعني يا حسين صلي على النبي. انا اخبرك حاجه حسين، اقول لك حاجه اسمعني، انا بفهمك حاجه بوصلك حاجه حسين. كابتن احمد ابو بكر كاف، اها ابو بكر كاف، يعني الصوت المشكله نفس انا ما عممت احمد، في بعض الحكام ما عممت، انا قلت كلمك الحق الواقع، يعني في مباراة في مباريات صار بين بيت النصر وصلالة، اختفى عبد الله الهلالي واختفى طلال العامري. شوف ما المباراة، شوف ما في مشكلة حسين حسين حسين، انا اريد دخلت في موضوع جدا حساس، انت يا حسين دخلت في موضوع جدا حساس، كان مش يعني الاصل او في الاصل ما مفروض انك انت تتطرق لكذا موضوع، انت انسان رياضي ومتابع للرياضة. ما قلت شيء طلعت من لساني، سامحني شوية لو سمحت، انا اتكلم خط وقت زيادة، يعني سمعني سامحني، انا اقصد ما اقصد انا من الشمال، انا اعتذر، ما اقصد كذا. اذا نبتعد، خلي هذا الحديث جانبي يكون خلاص. انا طلعت من لساني يا حبيبي، نزعت طلعت من لساني، سامحني، انا اريد اتطرق الى يعني الثقه، انا اريد اتطرق الى الثقه، يعني الوقت هذاك اللي يحتسب فيه الهدف
يكون حكم اخر تكون في مشكله كبيره جدا، يمكن ما يقرر، لكن القرار اتى في اقل من ثانيه. كان شجاع القرار، جدا شجاع القرار يعني، يعني هذا نرفع لهم القبعه، وانا اتمنى من سيد خالد رحيل بشتوي في اسرع وقت. حكامنا حكامنا القدامى افضل افضل وعندهم خبره افضل من بشتاوي. حرام الراتب اللي حصله لبشتاوي، يعني نتمنى يكون مع احد حكامنا القدامى. جميل، يعطيك العافيه حسين، انا سعيد جدا بسماع صوتك. لا لا شكرا، شكرا لك. لا بالعكس، بالعكس يا حسين، بالعكس يا حسين، انت انسان رياضي ومتابع. طلعت من ثاني يا جماعه، اقصد شيء انت 10 على 10 حسين، انا اعرفك اعرفك 10 على 10 حسين. سامحني. لا يعطيك الف عافيه، شكر لك، موسم جميل ورائع، وكنت احد النكهات الجميله في البرنامج. وانا اشكر الجماعه اصحاب الجروبات والمنتديات، اشكرهم. شكرا لك، شكرا يا حسين، قاموا بدور ناجح. شكرا لك، راح يكون لهم شكر ان شاء الله. شكرا يا حسين، يعطيك الف عافيه ان شاء الله. يا حسين تدخل عيني تدخل بمشاكل، يعطيك الف عافيه. اتصال اخر. طلال مساء الخير. طلال هنائي مساء الخير. طلال السلام عليكم. طلال يا طلال. جميل سليمان، لو تشوف جابر العجمي راح نتكلم وناخذ كذا موضوع ونتحدث فيه عن موضوع معين. سليمان شوف لجابر العجمي الله يخليك. نذكر نعيد دور شبكات التواصل الاجتماعي، الواتساب كان له دور جدا كبير، ومن منطلق انه حتى الاخبار كنا ناخذها اول باول بشكل جدا سريع من حسابات التواصل الاجتماعي في تويتر، وكان لها دور جدا كبير هذه الصفحات في نقل نتائج المباريات اولا باول، احداث المباريات اول باول. يعني الاخ جابر جابر العجمي صحفي في جريدة عمان اوبزرفر اليومية، كنا نتحدث كذا عن انه هذا كان لهم دور جدا كبير ويستاهل يعني الشكر على الجهود اللي بذلوها خلال الفترة الماضية طوال الموسم الكروي، حتى ممكن ان نذكرهم. تفضل يا بدر. جميل جميل، راح نروح لاتصال حميد الردين وبعدها راح نرجع للاخ جابر. حميد مساء الخير يا خابوري. مساء الورد، كيف الحال؟ زعل شوي خف الحين ولا كيف بعد؟ حميد يا اخباري كيف صحتك؟ تمام، كيف صحتك حميد؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ بخير؟ ايش علومك؟ تمام ان شاء الله؟ الاسبوع الماضي حاولت اتصل بس ما حصلت خط معك. يلا ما عليه ما عليه ما عليه، كله خير. بالعكس انت صديق متابع للبرنامج، وهذا الشكر خاص نقدم لك من صدى الجماهير كونك احد المتابعين للبرنامج طوال الموسم الكروي 2015-2016 يا حميد. الله يخليك احمد، الله يخليك. يعني هارد لكم على الخابوره، وخلنا نتكلم انه الموسم القادم اذا كان متواجد او متواصل صدى الجماهير، كيف تحب تشوف صدى الجماهير؟ ايش السلبيات اللي ممكن انه نحسنها في الموسم القادم ان شاء الله؟ اول شيء هذه الخابوره صاحب هذه الخابوره مباراتها مع صاحب، لكن هذا حال الكوره يعني، لكن اتمنى له في الموسم القادم التوفيق من هذه الخابوره. بالنسبه للبرامج، مصالح البرنامج صار الجماهير ممتاز صراحه، اتمنى نفس المستوى يعني نفس المستوى، هو برنامج جميل ورائع، ويعني هو يقدم احسن يعني هي على قصه الجماهير وكذا امور. الحمد لله يعني برنامج جميل وروعه صراحه، تقريبا احمد العاصمي يعني يعطيك الف عافيه، التوفيق والبرنامج صراحه نبغى يستمر يعني استمر البرنامج، لانه صراحه برنامج جميل ويعني صراحه يعني ممتاز نسبة ما يتصور يعني، البرنامج جميل رائع يعني. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك حميد، ان شاء الله. حياك الله احمد. شكرا يا حميد، شكرا، يعطيك الف عافيه حميد على تواصلك معنا. شكرا. مثل ما ذكرنا ان حميد كان واحد من الاصوات المتواصله معنا طوال الموسم. خلونا نسمع جابر بعد شوي. كنا نتكلم عن صفحات التواصل الاجتماعي، وخلنا نذكرهم: حمود العلوي صفحة صوت الجماهير، محمد الغنبوسي صفحة المجلس العماني، عبد الله السناني الحدث الرياضي، طاهر التميمي صفحة جروب دوري عمان تل، الملهم الهوتي الذكرى للكرة العمانية، عمان لعبتنا، الرياضة العمانية، جروب الدوري العماني للمحترفين، وأكيد صدى جعلان اللي كان متواصل بالصوت والصورة تماما في كل أغلب المباريات. كل الشباب وكل هذه الصفحات أو الجروبات كانوا متواصلين في تغطية رائعة مميزة، كانت حتى يمكن أكثر وأسرع من الوسائل الإعلامية الأخرى، التلفزيون أو الإذاعة، بشكل جدا تحديث سريع لكل النتائج. جابر مساء الخير.
مساء الورد، اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا. جابر العجمي صحفي اكيد بجريده عمان اوبزرفر وكاتب كذا باللغه الانجليزيه الاخبار الرياضه العمانيه. راح ناخذ كذا دقائق بسيطه وسريعه. جابر، دور صفحات التواصل الاجتماعي في توصيل المعلومه بشكل سريع جدا عن اي وسيله اخرى تماما ما تخص التواصل او ما يخص الاعلام بشكل عام. جابر اهلا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اخ احمد ارحب بك وبالمشاهدين الكرام. طبعا مما لا شك فيه صفحات التواصل الاجتماعية الان وخصوصا في تويتر اصبحت يعني من اهم الوسائل اللي تثري المتابع وتثري الرياضي، المتابع الرياضي بشكل عام في السلطنة، خصوصا اننا نتكلم عن يعني تقنية سريعة الوصول ويعني الحدوث بعكس وسائل الإعلام المختلفة كالصحافة اللي تطبع هي مرة بالليل وإلى ما شابه. إذا نتكلم نحن عن وسائل التواصل الاجتماعي نتكلم عن أنا ممكن أقسمهن إلى ثلاث أقسام، اللي هو القسم الأول الأقسام اللي هي خاصة بالأندية، الصفحات الرسمية للأندية واللي بكل مانة يعني صارت مفعلة بشكل كبير، وأقدر أقول إنها مفعلة أكثر من جهات حكومية يعني. حلو. الشيء الثاني اللي هي روابط الأندية اللي صارت أيضا مفعلة، والشيء الثالث اللي هو اللي نتكلم عنه اليوم اللي أنتوا تطرقت له قبل قليل، اللي هي الحسابات الرياضية المفعلة عن طريق يعني شخصي. بجهود شخصية. نعم. نقدر احنا نقول فيها بجهود شخصية. نعم، اللي أصبحت بجهود شخصية تنقل جميع الأخبار الرياضية المحلية بشكل عام والكروية بشكل خاص، وصار لها يعني أيضا تواجد، وصراحة يعني صار لها جمهورها ومتابعينها. جابر يعني وصل عدد المتابعين بالآلاف فيها، جمهورها ومتابعين بعضها يوصل إلى 60,000 وبعضها إلى 10,000. إحنا لما نتكلم عن 10,000 متابع لصفحة التواصل هذا يعتبر رقم جدا ممتاز عندنا في السلطنة، وهذا يعني خلق يعني جو من الحماس والشحث الجماهير والمنافسة الشريفة بينهم. نعم، مؤازرة الفريق في أرضية الملعب. ونقدر نضرب أمثلة كثيرة على ذلك، وأنت تقريبا ضربت بعض الأمثلة. إذا نتكلم عن نادي قعلان في دوري الدرجة الأولى، ماذا فعل يعني موقع التواصل الاجتماعي اللي هو صدى قعلان في جذب الجماهير، وأيضا الموقع صفحة التواصل الخاصة بنادي قعلان الرسمية في يعني تحفيز الجماهير للحضور. عندك أيضا مثال في دوري المحترفين نادي صحار أيضا. ولكن بغض النظر عن هذا كله، احنا نتكلم عن ثقافة انتشار ثقافة حب الكرة العمانية، حب الرياضة العمانية عن طريق هذه الحسابات اللي حقيقة يعني مفعلة بشكل شخصي. وانا ما اريد اذكر اي حساب لكي لا انسى عشان ما نقصر في حق الثاني، اكيد عشان ايضا ما انقص في حق الاخر. جميل. لكن هذه الحسابات يعني رفعت من ثقافة حب الكرة العمانية والرياضة العمانية بشكل عام. أصبح الكثير يتفاعل مع هذه الحسابات، والكثير يعني يتابع لهذه الحسابات لكي يعرف آخر الأخبار أول بأول. جميل جابر، أكيد أشكرك، وقت البرنامج ضيق، ولكن أشكرك أنت لإعطانا يعني دقائق بسيطة للحديث عن هذا الموضوع، وعديت كذا مجموعة من النقاط والأسماء اللي استحقت الشكر. قهوان يعني واحدة من الشبكات اللي ممكن نسيناها إحنا، لكن جابر يعطيك ألف عافية إن شاء الله، وموفق تماما في كل كتاباتك الرائعة في عمان أوبزيرفر اليومية باللغة الإنجليزية. جزاك الله خير أستاذ أحمد، وأنا أوجه شكري مرة أخرى لهذا الحسابات، وأتمنى منهم الاستمرار، لأن فعلا حتى نحن كوننا صحفيين نستفيد بالأمانة. خلنا أذكر نقطة، إحنا نستفيد أيضا من هذا الحسابات اللي أحيانا نعرف معلومة ومن ثم نذهب للتحري والتحقيق بالضبط. في هذا الخبر بالضبط. شكرا لك جزيلا لكم أحمد وجميع المشاهدين. يعطيك العافية يا جابر. شكرا يا جابر. خلونا نريح شوي الآن، نروح للفائز بدرع دوري عمان المحترفين الدفنجة، وبعدها راجعين لكم، ولا تفوت التقرير اللي فيه كذا مجموعة من الكواليس والفرحة اللي فيها كانت تصوير عفوي وما قطعنا أبدا شيء. مجموعة من اللقطات راح تطلع لكم بدون أي مونتاج، فيها عفوية وفيها ضحك وفيها مشاكل، ولكن أتمنى يعني أن تنال على إعجابكم إن شاء الله. تابعونا.
سكن فيها دم جرابينا يشهد لك التاريخ فجاوي نادينا سكن فينا دم جرابينا يشهد لك التاريخ فجاوي نادينا حبك سكن فينا دم جرابينا يشهد لك التاريخ فجاوي نادينا حبك سكن فينا دم جرابينا يشهد لك التاريخ فجاوي نادينا بناوي كل شيء يرد الأصلاء والكاسي فنقاوي يصفر ذهب لونك كاسي ذهب ناوي كل شيء يرد الأصلاء والكاسي فنقاوي حبك سكن فينا يا جرابينا يشلك التالي فنقاوي نادينا حبك سكن فينا يا جرابينا يشلك التالي فنقاوي نادينا الماضي في قلب أسطورة أسطورة التاريخ في الفعل أسطورة دور على الماضي في قلب أسطورة أسطورة التاريخ في الفعل أسطورة دور على الماضي في قلب أسطورة أسطورة التاريخ في الفعل أسطورة دور على الماضي في قلب أسطورة أسطورة التاريخ البطل يرجع يبقى الكبير كبير فنقاوي الأروى لك البطل كبوة بس البطل يرجع يبقى الكبير كبير فنقاوي الأروى حبك سكن فينا يا جرابينا يا شكلك التالي فنقاوي نادينا حبك سكن فينا يا جرابينا يا شكلك التالي فنقاوي اهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. مفتاح السياره وصل معي لكن وين انا مخبي؟ عاد من صاحب الحظ السعيد
راح نشوف طبعا اكيد المفتاح الكبير مش المفتاح الصغير، المفتاح الاصلي راح يستلمه الشخص الفائز من وكاله النيسان. المفتاح الثاني اللي راح تشوفه على الهواء ان شاء الله وصل معي من صاحب الحظ السعيد، راح نعرف اكيد بعدها ان شاء الله. راح الحين نسحب على صاحب الحظ السعيد اللي راح يفوز معنا بهاتف ذكي، ويلا يا شباب نشوف السحب. هذا السحب شايفين في الخلفيه طبعا الارقام تتحرك تبحث عن صاحب الحظ السعيد اللي راح يفوز معنا بهاتف ذكي مقدم من سابقة برنامج صدى الجماهير. من صاحب الحظ السعيد؟ إذن صاحب الرقم 95097 و3 أرقام طبعا سرية الأرقام نفسها. من صاحب الحظ السعيد؟ أعطوني الاسم خلنا نتصل فيه، راح نشوف من الفائز معنا. إذن نتصل بالرقم شباب، نتعرف على صاحب الحظ السعيد الفائز معنا بهاتف ذكي صاحب الرقم 95097 و3 أرقام ما أعرفها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا بك. الله يحييك. كيف الحال عزيزي؟ الحمد لله. معك أحمد العاصمي من برنامج صدى الجماهير، أنت مباشر في البرنامج. من معي؟ خليل إبراهيم زجالي. خليل إبراهيم زجالي. خليل كأنك نايم، إيش فيك نايم مشيك ذا خليل؟ ولا كذا هادي أنت يعني بس ها؟ ها؟ في البيت حاليا. جميل خليل، نبارك لك فزت معنا بهاتف ذكي اكيد مقدم من برنامج صدى الجماهير او مسابقه صدى الجماهير. يا خليل هاتف ذكي مبروك او مبارك عليك الجائزه يا خليل. الله يبارك فيك. شافونا غير خليل. شافونا غير خليل. خليل ما اشوفك خليل عادي، كيف ما الوضع معك؟ والله عادي يعني شكلك باقي السيارة خليل، انت ما مكتفي يعني، ما راضي بالتليفون ها او بالجهاز الذكي بالهاتف؟ هو كان نية سيارة لكن يلا هذا النصيب. بعد حظك حلو يا خليل، يعطيك الف عافية ان شاء الله، مبارك عليك الجائزة يا خليل. الله يبارك فيك. شكرا لك. راح يتواصلوا اكيد معاك الاخوان من يعني المختصين بالمسابقه لاستلام الهديه باذن الله تعالى. شكرا يا خليل، يعطيك الف عافيه ان شاء الله. راح خليل زعلان، ما باغي التليفون وما باغي باغي السياره. خليل جميل، راحت الجائزه الاولى، بقت معنا جائزتين، ذهب بقيمه 1000 ريال عماني ومفتاح النيسان من صاحب الحظ السعيد. صاحب النيسان اليوم ما راح ينام الليلة، ما راح ينام. خلونا نرجع لاتصالاتنا من جديد وبعدها راح نشوف التقرير اللي تكلمنا عنه. السلام عليكم. جميل جميل، تذكرنا انه في معانا كذا لقطات من الكواليس حطيناها بدون مونتاج، وفي بعض اللقطات جميلة كانت حاضرة من اللقاءات حضرناها وحطيناها من جديد. نعيد كذا شريط ذكريات معاكم لمباراتين، لمباراة صحم ومباراة فنجا والسويق، وأفراح كذا قليلة من مباراة جعلان والمصنعة اللي كانت في مباراة الإياب. خلونا نشوف ومن بعدها راح نرجع، خلوكم معنا. لا تطلعوا في التلفزيون ولا ما تطلعوه؟ يطلع خلك انت التلفزيون لا تصل الريال. ها والله أحمد أنا كل يوم أتصل فيك كاميرات مشغول ما أرجع. مساء الخير. مساء النور والسرور. كيف الاوضاع؟ الاوضاع طيبة. متحمس؟ نعم متحمس. ها؟ نعم. لكن صعب ما هو اليوم، لكن شوي شوط. أول يوم. أول يوم. الخابر يشوف له طريق يدخل فيه، يبقى له خرخوش عشان يدخل فيه. هذا الموج الموج الأزرق. يوم يدخل ما يعرف شيء. كيف؟ يدفنهم دفن. بنشوى. بتشوف اللي في الميدان حكم الميدان. الفهود. الفهود. شوف المغارة يدخل فيهن. عطى ميدان. زين ايش قال الميدان؟
قال يا باني البيت بالطوفان، يا باني البيت بالطوفان، الرادو تبي ضبط موجاته خلي يبي خلي ميهابي 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 مثلك وشرواك يا الخابورة ميهابي يا ابويا لو بحركم مهاجم الطوفان الصحماوي عيبه يصارع موجاته. الصحماوي هيش صحماوي لو بحرك مهاجم الطوفان احنا عيب نصرع موجاته. عاش 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 عاش. فايزين اليوم ولا لا؟ فايزين. قال لك دموع صباحا ماي ومسندم. زين احنا جايين يا حويش اذا غلبوهم بنبكي. قال لك دموع صباحا ماي ومسندم ويايب انا تيوس حربيه قول هالخابوره سووا لكم متاع بر وبحر وحموها بقوات بر وبحر. عبد الصحماوي يقول عبد القايل حمل بحر ومسندم وبينزل لكم صواريخ حربيه. موفقين يلا على خلاص. الامور طيبه ان كاس واحد والحاكم واحد والكاس يكون لي ما يكون حق كل الانديه كاس واحد. من يشله؟ يشله اللي ما يشله. صحماوي والله الفهود احنا اخوان كلنا عيدين وحده. بارك الله فيك. يبارك الله فيكم كلكم جميعا. الله اشكر اشكر اعمال رياضيه على هذا الوقفه عندنا. كاس يبنه ها الفهود غرقه غرقه الفهود صحماوي الفهود غرقه غرقة غرقة بالماء كيف الموج الأزرق كيف؟ غرقهم 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 الموج الأزرق غرقهم الموج الأزرق. زين خلينا نكون واقعيين الشوط الأول الفريق ما كان الشوط الأول غرق الفهود غرق الفهد غرق غرق الفهد غرق غرق الفهد الموج غرقة الموج غرقة غرق الفهد غرق الفهد. مبارك عليكم البطولة الحمد لله راح هستيرية صراحة ومبارك حق هالجماهير. صح الشوط الأول مثل ما قلت كان رفع ضغط الشوط الأول رفع ضغطنا لكن الحمد لله في النهاية انتهت صحماوية والكاس صحماوي والليلة صباحي إن شاء الله دوامات دوامات. قبل القرعة الأولى قلت حال اثنين وأذكرهم الحين عبر التلفاز اللي هو أحمد الزعابي ومحمد الحضرمي قلت لهم البطولة صحماوية السنة قبل أول قرعة قبل مباراة متأكد متأكد والله قبل مباراة البشر قلت لهم البطولة صحماوية واليوم أذكرهم من هنا البطولة صحماوية. يعطيكم العافية كلكم يعطيكم العافية كلكم. الذهب اصفر والكاس اصفر واحنا اصفر ثلاثة ثلاثة الكاس اصفر واحنا اصفر واحنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. الخابورة ان شاء الله مرة 100% 100% الخابورة فايزين. مبارك طيبة وبلقلك بعدين بنهاية المباراة بلقلك الامور طيبة ان شاء الله طيبة فايزين 1-0 ان شاء الله ان شاء الله 1-0. يلا خليك حبيبي. خايف؟ قلت لك خايف؟ والله ما خفت. شايف انك من تحت خايف. والله ما خفت. والنتيجه هيا مخباي انقى واحد ما خاف. سويك سويك روح ما تلنا صدقني ما خاف. الحين فانقى 1-0 كيف الوضع؟ الوضع ان شاء الله بيرات ربك بيرات الله 100% لكن احنا ما نتكلم احنا ما نتحدى الان لكن فريق اقول لك عازم للبطوله والبطولات ما غريبة علي الملك بطولات ما غريبة علي سعدي يوم ثلاثة اتصل فيه أتمنى أقوله يتمنى من أندية الجنوب واحد يشارك بس الملك يظل ملك ما يتغير واسمه هو هو الملك. إن ممكن عم يحسن وصلت التاسعة. خليني تو خليني 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 شو خليني كيف؟ هو ما يحتاج زال الخوف راح الخوف ما خاف قلت لك ما خيفان
قلت لك المباراة حاسمين أنا، نعم حاسمين المباراة، وعارفني الملك شعلنا البطولة شعلنا. مبروكين بالكأس أو مبروكين بالدرع. الله يبارك حياتك، وهذا يمثل داخلية والبطولات ما غريبة عليه. فنان يا جماعة البطولات ما غريبة عليه فنجا، لكن ما معترفين فيه، والملك يظل ملك. موفقين. الله يوفقك والله يهنيك. وهذه بوسة. ها ها شيمة. ها صحن في هالمباراة عاطف باوزير، يعني مشعل ومجانين الاهلي، والداودي في الصوب الثاني مجنن الدنيا معانا. عاطف مساء الخير. مساء النور يا هلا والله، يعطيكم العافية وما شاء الله عليك. الله يخليك يا رب ويعافيك، ما شاء الله جمهور اليوم ما شاء الله ما قصر. انت اللي ما قصر، الله يسعدك. ما يعني احبابنا صحن اليوم جننت الدنيا هنا، امس خلصت بالاهلي هناك واليوم خلصت هنا. امس احتفلنا ضد الازرق واليوم مع الازرق. حلوين. داودي مساك الله بالخير. مساك الله بالنير، مساك الله بالنور. أول شيء نبارك للجماهير الصحماوية، نبارك لهم على المؤازرة، نبارك لهم ونقول لهم مبروكين. وهذا الكاس الغالي، كاس نهائي مولاي صاحب جلالة حفظه الله ورعاه، لكل أمة صحماوية ونادي الصحماوي والجماهير. ونبارك للأخ عاطف أخونا ولع المدرجات وإحنا شغالين معاه، ونقول مبروك للصحم، ونقول هردلك نادي الخابورة، ويعطيكم العافية ويعطيكم العافية. حلوين. ناخذ شلة. حاضرين. ناخذ شلة معليه. لا 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 يلا معي. يلا بناخذ شلة. يلا لو يصير اللي يصير الكبير يبقى كبير، يصير اللي يصير الكبير يبقى كبير. والله هو هو ها ها والله والله هو ها وياكلك على حبة شو كبر شو مي هذا صحماوي حم 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 شو كصحماوي ما في زيون ما في قدون تكفى والله موت والله. يعطيك العافية يعطيك العافية حبيبي عاطف. أنا أريد منك واحدة. يلا عندك المايك. كأس البطولة جابوه، كأس البطولة جابوه، كأس البطولة جابوه، كأس البطولة جابوه، والعين تدمع والكأس يلمع. يالله والعين تدمع والكأس يلمع. يا سلام. والعين تدمع والكأس يلمع. يالله والعين تدمع والكأس يلمع. يالله والعين تدمع والكأس يلمع. الله وهو كأس البطولة جابوه، ألف مبروك للنادي صحم. الله يديك العافية. يعطيك العافية عاطف حبيبي، شرفتنا الداودي. يعطيك العافية حبيبي. حبيبي يعطيك العافية إن شاء الله. بطل الدروب، واثق الخطى، جدير بالثقة، مفعم بالقوة، قلبه ينبض بالطموح، ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان، هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. اهلا
اهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. هذه لقطات بسيطه يمكن ما راح تلخص تماما الموسم وحجم الجماهير والحضور الجماهيري اللي كان متواجد ابتداء من نادي صحار والحمله الرائعه اللي بداها من الموسم الماضي ويواصل في هذا الموسم. الانديه الثانيه اللي كانت حاضره في مباريات معينه وبحضور جدا كبير، نتمنى ان نرى هذا التفاعل متواصل في الموسم القادم. عندنا جعلان، عندنا الرساق، عندنا صحار، عندنا صحم، رستا، السويق، فنجة. نتمنى جمهور أندية الجنوب يعني محافظة ظفار ترجع من جديد للملاعب تشجع تآزر، نريد دورينا يكون حالاته بالجماهير اللي تكون حاضرة ومؤازرة لأنديتها، مش فقط جمهور النتائج، جمهور انتماء يحضر ويشجع. في النهاية الكرة الجميلة واللوحة الرائعة اللي تظهر بها الجماهير يحسب لدورينا ويساعد أن البرنامج يظهر بالطريقة الصحيحة، ولأن أملها دائما أن الجمهور يكون حاضر في المباريات. نروح للسحب الثاني الخاص بالذهب بقيمة 1000 ريال عماني من صاحب الحظ السعيد. يلا يا بدر خلينا نشوف السحب ونشوف من راح يفوز معنا ب1000 ريال عماني ذهب، يا كاش يا ياخذ ذهب. إذن صاحب الحظ السعيد صاحب الرقم 9 5 4 4 0 و3 أرقام، يلا نشوف من هذه الأرقام الثلاثة اللي ما نعرفها. ناخذ اتصال الفائز، الشخص معنا اللي فائز، وها من اللي صاحب الحظ السعيد راح يفوز معنا بذهب بقيمة 1000 ريال عماني. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور، يا هلا وسهلا. كيف الحال عزيز؟ ايش اخبارك؟ بخير الحمد لله. معك احمد العاصمي، برنامج صدى الجماهير مباشر من البرنامج. يا هلا وسهلا بك. من معي؟ عوض سعيد عاشور بكور. عوض سعيد عاشور البكور. اكيد من محافظة ظفار. من وين بالضبط محافظة ظفار يا عوض؟ من صلالة القوف. من صلالة. اي نعم. يلا تجهزوا الخريف جايكم وعاد قريب ان شاء الله. معاكم كل شهرين بس. زين عوض، توقعت تربح بالسياره ولا شيء ولا؟ والله انا كنت متوقع وكان املي وحلمي في السياره. اها اي نعم. لكن ها ما عليه، بعدك محظوظ انك فزت معنا. الحمد لله على كل حال. جميل عوض، فزت معنا ب 1000 ريال عماني وذهب بقيمه 1000 ريال عماني. عاد هنا السؤال يا عوض، خذ السؤال، تريد كاش ولا تريد ذهب؟ والله اللي يجي منكم مقبول. مين اللي صفق بس؟ حد يأيدك تاخذ ذهب ولا تاخذه كاش؟ والله لحظات بس بشوف بس شيرهم ايش رايكم. استشير ذهب نشيل الكاش ولا نشيل الذهب؟ قالوا احسن الكاش. قالوا احسن كاش. الكاش. خلاص تمام يا عوض، يا جماعة الكنترول عوض راح ياخذ الكاش 1000 ريال عماني. يعطيك ألف عافية عوض، مشكور على المشاركة معنا. مشكورين. وكل التوفيق لك إن شاء الله. مشكور البرنامج وجزاكم الله الخير. يعطيك العافية يا عوض، شكرا لك يا عوض. المختصين راح يتواصلوا معك الشباب في الكنترول بالنسبة لاستلام الجائزة. وبقى معنا سحب الجائزة الكبرى ومفتاح نيسان بترول. خلونا نذكر بالأرقام خاصة بالبرنامج 2495-4671 و2460-4629. في اتصالات. السلام عليكم. مساء الخير. جميل. كلمات شكر ممكن راح نوصلها للزملاء اللي كانوا متواصلين معنا في البرنامج، اللي هم دائما التقارير او نجاح البرنامج يعتمد على وجودهم تماما معنا في تحضيرهم للتقارير الخاصه للحضور الجماهيري. الزميل انور الغريبي من محافظه البريمي، وكان تغطيه رائعه لمباريات نادي النهضه واي مباراه تلعب في مجمع البريمي. عبد الله الكعبي كان حضور ايضا رائع وجميل ومميز، وغطى كثير في مجمع صحار وايضا في مسقط. يعطيك الف عافيه يا عبد الله. حسين قعبوب الزميل المتالق ايضا في محافظه ظفار، تغطيه لجميع مباريات دوري عمان تلو، الكاس الغاليه وكاس مازدا، و
حضور جماهيري غطاه بطريقة مميزة. شكرا لك يا حسين. سليمان الرحبي أيضا زميلنا اللي أيضا تواجد معنا في مسقط في زحار وكانوا تغطية رائعة ومميزة. راشد المخيني أبو فخر اللي غطى طبعا الشرقية محافظة الشرقية بمبارياتها اللي كانت في مجمع صور أو في جعلان بتغطية رائعة وحضوره الجميل والمميز. أما أيمن الفجران اللي كان متواجد معنا في ختام الموسم في بعض مباريات المنتخب أيضا. أيمن أحد الشباب الرائعين والمميزين معنا في البرنامج. نروح لنادي جعلان. علي حديد وصل؟ يلا علي. مساء الخير. مساء النور. يا هلا بوريم. يا هلا وسهلا فيك يا علي. إيش أخبارك؟ كيف أموركم؟ إيش أخبارك؟ تمام إن شاء الله؟ والله أنا بخير صحابي. كيفكم أنتم؟ مبسوطين؟ الحمد لله يسرك الحال. أمور طيبة الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله اليوم باهي ما شاء الله. منور منور الشاشة. هذا بنوركم ومتابعتكم لنا دائما يا علي. صراحة اليوم نحن يمكن في شوية اللي بنفقد حسك الغالي وبنفقد إطلالتك البهية اللي في الشاشة. يعطيك العافية يعني علي. وصراحة حبيت أوجه لكم كلمة شكر صراحة بجهودكم. صراحة ما قصرتوا خلال الموسم وما قصروا الشباب. وكلمة شكر لحسن قعبوب المقدم معكم. صراحة لكل الشباب حبيت أشكركم شكر خاص جدا على جهودكم اللي يعني صراحة اللي تعبتوا بخصوص البرنامج وتعبتوا عن. يعطيك الف عافيه. اكيد يعني ما عليك قصور تماما يا علي على كلامك. بس صراحه نتمنى الموسم الجاي لا يغيب البرنامج ونتمنى انه يزيد الوقت يعني لانه تعرف انديه كثيره وناس تحب كثير تشارك وناس كذا. اتمنى انه يزيد الوقت الموسم الجاي وتكون يعني البرنامج هذا لا ينقطع لانه هذا البرنامج الوحيد اللي نتواصل مع الجماهير ونتواصل الجمهور ياخذ راحته ويتكلم بخصوص النادي. حلو. وترى هي في النهاية كرة والواحد يبغي ياخذ ويعطي. بالضبط كلامك سليم. حاضرين ان شاء الله يعني الله يعطيكم العافية ومشكورين يعني راح ناخذها بعين الاعتبار باذن الله تعالى يعني. شكرا لك يا علي. يعطيك الف عافية ان شاء الله. شكرا. طبعا اليوم ختام الموسم نقفل المفتاح وحطه في مكان لبداية الموسم الكروي القادم إن شاء الله. زملائي إذا كان جاهز في فيديو شكر كذا كان من عزان رمحي. حالكم كذا كان بيت أو بيات طيبة إن شاء الله. عزان مساء الخير. مساء النور. يا هلا ومتهلا والله فيكم وفي كل المستمعين في هذه القناة الرياضية. يعطيك العافية عزان. كيفك؟ إيش أخبارك؟ إن شاء الله بخير. طيب طابلكم من زمان. كيف حالكم انت وعساكم بخير؟ الحمد لله بخير وعافيه ما حد شاكي. بس يعطيك الف عافيه. علو عدناكم علشان نلقي قصيده لنادي جعلان وان شاء الله سوف القصيده الان تسمعوها حتى يسمعها اهالي جعلان كلهم يسمعوها وكذلك رئيس النادي. تفضل يستاهل ابو تركي رئيس النادي. اقول فيها نهنيك يا نادي الفخر نادي جعلان فوزك على نادي المصنع الجداره بالفوز تستاهل والكل فربان ترفع لنا البيرق بعزم وشطارة ترفع لنا الراية في كل ميدان وجمهورك يحيوك كبار وصغار جمهورك مرتاح والله وفرحان وكل يصفق من يمين ويساره كلكم يهتف وما حد زعلان تاهيلكم إنجاز وجن وثمارة تهيلكم بالفعل له قدر له شان عند النشامة لما يحاطوا الخسارة خسارة. يوم تعزيهم في الملاعب يا أخوان شاهين وصبور تكسف الغارة ما يكودهم حر وبرد دون كتمان ورئيس ناديهم يصيب اختياره أعني المسروري الذكي لي لهم كان في وسط جمهوره يزيد افتخاره محسن حمد بن علي والنعم لاهان لهالمثل يضرب بليل ونهاره طيب خلوق يقال عنه من زمان يا سلام اخلاقه حميده عاليه في كل داره تم المثل
إذا خطى وجلة لسان يلقي العفو الرمحي بكل اعتباره والختم صلوا عد برق سنة وبان صلوا على نبي الله بخشع وقار دام الله مولانا صاحب جلال بل صح وسلام وعافية يعطيك العافية وعاش السلطنة العمان حرة مستائرة خضراء وعاش شعبها الكريم وشكرا لكم. آمين. شكرا يا عزان ما عليك زود وفالك البيرك دائما. شكرا لك يا عزان. شكرا لك ناموس مشكور. ناموس يا عزان شكرا لك. شكرا شباب. إذا كان الفيديو جاهز الخاص بآخر اتصال جميل. طلال فارسي مساء الخير. طلال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا كيفك طلال إيش أخبارك؟ الحمد لله أحمد كيف حالكم طيبين؟ تمام ختام الموسم معك تفضل يا طلال. حبينا نشارككم اليوم البرنامج والحلقة ختامية أتوقع اليوم. وأنت ختامها بالاتصالات. أول شيء أبارك طبعاً لو أن فاد الكثير عن الدرع يستاهل الملك الفنجاوي وإن شاء الله نطمح للعاشر إن شاء الله بإذن الله. جميل 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 ورايح إن شاء الله. والبارك أيضا لنادي صحن فوزهم بالكاس وهارد لك لنادي الخابورة. شكرا لك يا طلال يعطيك ألف عافية إن شاء الله. شكرا جميل. راح نروح ايضا لوقفه كذا بسيطه ونرجع كذا بعدها نشوف ايضا شكر خاص للسلطنه من خارج السلطنه نشوف ونرجع بعدها. اسمه
الخطى جدير بالثقة. مفعم بالقوة. قلبه ينبض بالطموح ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان. هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. أهلا بكم من جديد متابعينا. يعني سقط مني اسمين كذا سهوا وأنا أعتذر لهم أكيد، الزملاء شبيب الحبسي والأستاذ راشد أيضا البادي، كانوا متواجدين معنا من خلال اللقاءات اللي كنا نعملها في ملاعب الأندية والجماهير. فشبيب وراشد البادي يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. مفروض يكون في معانا كذا الشكر أيضا الفيديو بس ما جهز معانا لأنه في اللحظات الأخيرة، للأستاذ سامي اليتيم رئيس نادي مضر السعودي وحسين الخويلدي مسؤول اللجنة الإعلامية بالنادي، شكرهم طبعا شعب السلطنة، وأكيد شكروا أيضا القناة الرياضية على البطولة اللي قنوها بطولة كرة اليد الخليجية واللي حل فيها نادي مضر في المركز الثاني. فيعطيكم ألف عافية والسموحة منكم ما قدرنا نعرض الفيديو. الآن طوال فترة البرنامج في الشهرين الماضيين كان كثير من الرسائل والمسابقة على مسابقة صد الجماهير اللي كانت برعاية سهيل بهوان للسيارات نيسان، وكل ينتظر متى سحب السيارة. اليوم هو السحب الأول على السيارة الأولى نيسان بترول، السحب الآخر راح يكون خلال شهر رمضان إن شاء الله في بداية الشهر الفضيل. نوصل معاكم لسحب السيارة. وصل بدر شفته وصل مفتاح السيارة. إذن راح نشوف من صاحب الحظ السعيد في سحب السيارة والفائز معنا بمفتاح نيسان بترول الأول في مسابقة صد الجماهير اللي راح تكون متواصلة معاكم تماما خلال الفترات القادمة. سحب السيارة الثانية راح يكون في بداية شهر رمضان الكريم إن شاء الله. خلوا الأرقام الدور، خلوا الأرقام الدور والدور والدور بعدها، وراح نتعرف على صاحب الحظ السعيد اللي فاز معنا أو اللي راح يفوز معنا بمفتاح نيسان بترول. من هو يا ترى؟ إذن الأرقام الدور والعجلة الدور. شباب الكنترول، من يحلم بالسيارة؟ من صاحب الحظ السعيد اللي راح يفوز معنا بأول سيارة نيسان بترول في مسابقة صدى الجماهير؟ السيارة توزعت، الأبواب في مكان، الماكينة في مكانها. اليوم راح نشوف وخلي الأرقام الدور بعد، خلي الأرقام تشتغل معنا والدور. يلا يلا وين الموسيقى؟ خلينا نسمع موسيقى ونسمع الموسيقى. وأيوة والأرقام تمشي، وخلي الأرقام تمشي. يلا بعد بعد، لا حد يقول رقم ما طلع، والأرقام تمر على الجميع. علي ونزل كذا الموسيقى، أيوة كذا الحماس. راح نتعرف على صاحب الحظ السعيد الفائز ب مفتاح نيسان بترول 2016. يا هنياله يا هنياله بالسيارة. عاد يمشينا في السيارة ما يمشينا، من راح يفوز معانا؟ ها إذن صاحب الرقم والحظ السعيد صاحب الرقم 9 6 3 3 9. وعطونا ألو، وعطونا اتصال كذا للشخص. من راح يفوز معانا بمفتاح السيارة نيسان بترول 2016 مقدمة من سهيل بهوان للسيارات نيسان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال عزيزي؟ الحمد لله بخير. معك أحمد العاصمي من مسابقة أو من برنامج صدى الجماهير، مسابقة صدى الجماهير، كيف الحال؟ الحمد لله أحمد. إيش أخبارك، تمام إن شاء الله؟ الحمد لله بخير ماشي كمباس. من معي؟ معك حميد العوفي. حميد بن من؟ حميد بن عبد الله بن حميد العوفي. حميد عبد الله العوفي، من وين يا حميد؟ نعم والله من السويق. من السويق؟ اي نعم. زين، فزت معنا بهاتف ذكي حميد؟ نعم فزت معنا بهاتف ذكي مقدم من برنامج صدى الجماهير يا حميد. ما شاء الله، يعطيك العافيه حميد. الله يعافيك. هاتف ذكي وان شاء الله كذا تستفيد بالهاتف يا حميد.
جزاك الله خير. من احمد العاصمي؟ هنا احمد العاصمي. احمد العاصمي معك المحل اللي في القناه الرياضيه؟ مذيع في القناه الرياضيه. مذيع. نعم احمد، اهلا وسهلا فيك. كيف صحتك بخير؟ كيف وضعك؟ ان شاء الله تمام. والله الحمد لله. كنت متامل السياره يا احمد شكلك. اي والله. كيف كنت متامل السياره؟ نعم صحيح. يلا ما علي يا حميد، راحت بس جهاز ذكي زين بعد نفس الشيء. يلا كل خير. كل خير الحمد لله رب العالمين. حظك بعد احسن من الناس اللي ما فازوا يعني باشياء ثانيه، انت فزت على الاقل بهدف ذكي في النهايه. يلا الحمد لله الحمد لله. يعطيك العافيه ان شاء الله. جزاك الله خير احمد. حميد هين بتروح؟ هين تروح؟ انا هين بروح؟ بروح البيت. حميد ها؟ وين انت الحين حميد؟ انا الحين والله وادي عدي. وادي عدي، وين طالع برا شكلك ولا ايش؟ لا جاي من دوام راح البيت في العمرات، راحين شارين بيت في العمرات، ساكنين في العمرات حاليا. وصلت ولا بعد؟ وصلت ولا بعد؟ لا والله واقف هنا في الشارع يعني هنا في المواقف. يعني ما تشوف التلفزيون الحين حميد؟ لا والله حاشا ما اشوف التلفزيون. حميد اللي يشوف التلفزيون بيشوف انا ايش مطلع كذا في ايدي. حميد نعم. مبارك عليك فوزك بسياره نيسان بترول 2016 الجديده كليا من برنامج صدى الجماهير ومسابقه صدى الجماهير يا حميد. ما شاء الله. ما فرحان؟ ما فرحان بالنيسان شكلك يا حميد؟ الحمد لله ما اصدق. معقوله ما شاء الله. أحمد مبروك عليك سيارة نيسان بترول 2016 مقدم من برنامج صدى الجماهير يا أحمد. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. إيش من سيارة معك الحين حميد؟ والله عندي هاينداي. ورا الهاينداي الحين. وخليك مع نيسان بترول يا أحمد. صحيح يعني ها حد يصور لك، أنا الحين على الشاشة مصور لك المفتاح وفوزك بنيسان بترول 2016 يا أحمد. ما شاء الله مبروك يا حميد. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. شكلك ما مصدق يا حميد. لا انا على حديث ما مصدق انا بعدني. يعني الحقيقه والله حلم انا ما اعرف. لا مفتاح النيسان خلاص بيوصلك عاد انت اذيهم واتصل فيهم وين النيسان عاد عندك يعني الحين اركض 7 كيلو وارجع مره ثانيه على التليفون ولا كيف؟ دور مره الحين، خلي اقرب واحد يسجل لك ويصور لك الصوره هذه، صوره المفتاح وانت فايز فيه على الهواء. ما شاء الله يا حميد. انا دور اقل حاجه عاد بالنيسان ما تنساني حميد. الله يخليك. لا من احمد يبالك عاد رحله عزومه عاد كل حد بيجيك بشيء يا حميد. لا بخليك سوق سياره اسبوع عفو عليك. يعطيك العافيه يا حميد مبارك الله عليك. الله يعافيك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. مبارك عليك يبارك المفتاح فيك. ان شاء الله والسياره يعني في النهايه. عاد تبى المفتاح ولا السياره؟ تبى المفتاح ولا السياره عاد؟ ولا حلالة بالسيارة بتحل الصوب. بس أخليها في البيت الحين عاد. شوف على مهلك نفضة وفوز كذا وسوق على مهلك وتوصل البيت بالسلامة إن شاء الله. والله أنت بكبر ولا حلال. مع كم سبرينج حميد. نعم. كم رسالة رسلت؟ كم تقريبا توصلت كثير حميد؟ والله تقريبا حدود يمكن 30، الله أعلم 30 يمكن. ما شاء الله. ها في النهاية نعم. مقابلها هالستيشن هالعود هالوحش ذا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. محظوظ مبارك عليك المفتاح مفتاح السيارة والسيارة. جزاكم الله ألف خير. جزاكم الله ألف خير. يعطيك العافية وكل التوفيق لك في كل المرات القادمة إن شاء الله يا أحمد. شكرا لك. آمين إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير. شكرا أحسنتو. يا أحمد شكرا. بارك شكرا الله فيكم. أحسنتوا. توصل بالسلامة على مهلك إن شاء الله. آمين إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير. يا ابوك يا حميد انا اتنافض، انت عاد ايش وضعك؟ والله العظيم افتح سياره نيسان يوصلك هديه. اذا بكذا نوصل اكيد للختام، لحظات الختام اكيد ما ان انت فضل لحظات الختام اكيد فيها الكثير من الاشياء اللي نتمنى ان تكون يعني حاضره في المرات القادمه. شكرا لكل من ساند البرنامج، شكرا لاداره القناه على توفيرها كل أو تسهيل الصعاب اللي كانت حاضرة أمام فريق العمل لإخراج العمل بالشكل المطلوب دائما. الشكر لكل من حب من تواصل ومن يعني حاول يتواصل وما استطاع أن يوصل معنا، نشكر على كل جزيل الشكر
على كل ما قدموا لصدى الجمعية خلال الفترة الماضية. في زملاء الكنترول شكرا لكم جميعا، ما قصرتوا أبدا. اليوم بدر العميري كان متواجد معنا في الإخراج، ولكن زملاء تواجدوا بشكل دائم في صدى الجماهير، زميل عزيز وليد الوهيبي مخرج البرنامج، سليمان الوهيبي، إسحاق الوهيبي منتج البرنامج، خالد الوهيبي أيضا اللي كان معنا في البرنامج بشكل دائم. سليمان حركة كذا الدوبة الخلية، أنت اللي كنت رأسها كذا بشكل رائع وجميل. الزملاء اللي في الكنترول كلكم يعطيكم ألف عافية يعني على تواجدكم ومساندتكم معنا للبرنامج. نتمنى إذا كان لنا عمر إن شاء الله نتواجد في الموسم القادم بشكل جديد إن شاء الله يليق وحجم البرنامج الجماهيري بإذن الله تعالى. ما ودي أني أودعكم، ولكن لحظات النهاية خلاص وصلت معنا. أعتذر لكل من نسيت أني أشكر، أعتذر منه تماما. لقانا تجدد في الموسم القادم بإذن الله تعالى. غلقنا كل البرامج، اليوم آخر برنامج، حطوا مفتاح وارتاحوا، والموسم القادم على شهر سبتمبر إن شاء الله ينطلق بانطلاقة نتمنى أن تكون رائعة ومميزة بالحضور الجماهيري اللي راح يدعم البرنامج بشكل رائع في الموسم القادم. لكم كل التحيات وأرقى المحبة الخالصة لكل من تواصل معنا. تصبحون على خير، تقبلوا تحياتي أحمد العاصمي، وإلى اللقاء. شكلك الثاني تجاوي نادينا، حبك سكن فينا يا مجرمينا، شكلك الثاني.